جديدة من برنامج مانشيت أحمر. في ظل الغموض الذي ساد نتائج الانتخابات والذي سرعان ما انعكست ظلاله على العملية السياسية، خطت قيادات في ائتلاف الوطنية خطوة جديدة أو جريئة وكبيرة لإعلان تحالف جديد يضم 32 شخصية من أبرز القيادات بهدف قطع الطريق على كتل فاسدة ما زالت حتى الآن تسعى لتثبيت نفسها عبر التزوير الذي حصل في الانتخابات مؤخرا. أبرز أهداف هذا التكتل الجديد وملامحه السياسية نناقشها في حلقة اليوم، كما نناقش آخر قرارات مجلس النواب العراقي فيما يتعلق بتزوير الانتخابات، لكن بعد أن نتابع أبرز المانشيتات. مفوضية الانتخابات تستبق قرار مجلس النواب العراقي وتلغي نتائج 1021 محطة في انتخابات الخارج وانتخابات النازحين. مجلس النواب العراقي يقترح مشروع قانون يلزم مفوضية الانتخابات بإعادة العد والفرز اليدوي ل10% من نتائج الانتخابات. نواب في البرلمان يؤكدون أن خيار سحب يد مفوضية الانتخابات أمر وارد إذا لم يتم تنفيذ قرار إعادة العد والفرز اليدوي. قذائف هاون تسقط بالقرب من ساحة الاعتصامات في كركوك دون تسجيل أضرار بشرية. نتنياهو يهدد برد كبير على أي هجمات تطلق من قطاع غزة ضد إسرائيل ويطالب بخروج القوات الإيرانية من كل الأراضي السورية. نرحب بضيفنا سيد عبد الخالق العزاوي القيادي في ائتلاف الوطنية. سيد عبد الخالق أهلا بك معنا. إذا ائتلاف وطني موسع يضم 32 نائبا، ما أسباب هذا الائتلاف وبهذا التوقيت بالتحديد؟ حياكم الله وأهلا وسهلا بكم وأيضا بمشاهديكم الكرام. فقط سيدتي العزيزة الصوت غير واضح، إذا السؤال أعيد رعب. عليك سؤالي سيد عبد الخالق، هل تسمعني بوضوح الآن؟ سيد عبد الخالق كنت أسألك حول الائتلاف الوطني الذي تم تشكيله مؤخرا وهو ائتلاف موسع يضم 32 نائبا، أسباب هذا الائتلاف وبهذا التوقيت بالتحديد؟ يعني ما فهمت من السؤال، الصوت غير واضح، لكن ما فهمت انه القائمة الوطنية اليوم شرعت على تكتلات جديدة وانفتحت على كل الكتل في البرلمان الجديد وفي الحكومة الجديدة، واليوم القائمة الوطنية همها بقادتها همها استقرار البلد أمنيا واستقرار اقتصاديا وأيضا خدميا وإبعاد الفاسدين عن ساحة المشهد السياسي قدر المستطاع، والاهتمام بالكتل الفائزة ووضع اليد باليد مع الشرفاء من باقي الكتل والتحالفات سائرة على قدم وساق في القائمة الوطنية مع باقي الكتل. طيب يعني هل سيساعدكم هذا القرار في التحالفات المقبلة لتشكيل الحكومة العراقية بعد انتخابات 2018؟ هل هذا ما تطمحون له بأن يكون لكم يعني قرار كبير ووجود كبير في الحكومة المقبلة من خلال هذا التحالف الذي يضم 32 نائبا؟ سيد عبد الخالق هل تسمعني؟ سيد عبد الخالق فقط الصوت غير واضح، الصوت أعيد غير عليك واضح. سؤالي لحين تجهيز الصوت يعني سيد عبد الخالق نعم اليوم
نعم يعني أعيد عليك سؤالي. الصوت حتى واضح تفهمه جدا سيدة العزيزة. نعم الآن سيصلحون الصوت. يعني نتحدث عن أهمية هذا الائتلاف في هذا التوقيت بالنسبة إلى التحالفات المقبلة، هل من خلاله تودون أن يكون لكم قرار يعني قوي أو تواجد قوي في الحكومة المقبلة؟ هل سيكون تحالفكم بهذا الشكل مع بقية شركاء الحكومة العراقية يعني فرصته أكبر؟ سيد عبد الخالق سأعود إليك بعد أن نتوقف قليلا لإصلاح الصوت.
هذه عودة لإكمال الحوار مع ضيفي السيد عبد الخالق العزاوي القيادي في ائتلاف الوطنية. سيد عبد الخالق أهلا بك من جديد، نتحدث عن أهداف هذا الائتلاف الوطني الموسع المكون من 32 نائبا، هل هدفكم الأساس اليوم بإنشاء هذا الائتلاف يعني تكون فرصتكم أكبر في تحالفات تشكيل الحكومة؟ حياكم الله وسهلا بكم من جديد. حقيقة الائتلاف اليوم في القائمة الوطنية من 32 نائب هو للانفتاح على باقي الكتل والحوار والتفاهم، وأغلب الكتل هي قريبة من القائمة الوطنية وبتحالفاتها، ليس هناك خطوط حمراء للتفاهمات مع باقي الكتل إلا الفاسدين. أعلنت القائمة الوطنية بقياداتها أنه اليوم لا تفاهم مع الفاسدين، من الذين زوروا الانتخابات في قسم من المحافظات، من الذين شككوا بالناخبين، من الذين هذه النسبة الضئيلة التي شاركت بالانتخابات هي خير دليل على عدم قناعة الشعب والجمهور بهؤلاء الفاسدين لقيادة البلد. اليوم القائمة الوطنية منفتحة على أغلب الكتل الفائزة في الحكومة العراقية، ونتأمل استقرارا للبلد في المراحل القادمة في بناء الدولة العراقية الجديدة إن شاء الله. طيب، يعني ينتظركم الكثير من الملفات وخاصة في المحافظات المنكوبة، هل ستستطيعون اليوم الإيفاء بالوعود، وخصوصا تريدون في بداية الطريق الخلاص من الفاسدين؟ لأن اليوم الفاسدين لن يعطوكم يعني الفرصة على طبق من ذهب، سيحاولون التسقيط، سيحاولون يعني وضع العراقيل أمامكم. طبعا أكيد أهم ما موجود يعني على جدول الأعمال هو ليس وعود، لأن القائمة الوطنية مثل ما ذكرت مسبقا أنه هي موجودة على أرض الواقع، على أقل تقدير في محافظة ديالى. اليوم الهم الأكبر هو كيف تستقر محافظتنا أمنيا، وكيف تمسك حدود محافظتنا ونسيطر على الإرهاب وعلى عصابات الخطف والجريمة المنظمة، ومن ثم كيف نستطيع أن نعود العوائل التي في المخيمات وفي الكرفانات. وهذا الهم الأكبر والشغل الشاغل لقادة القائمة الوطنية، وعلى اعتبار أنه اليوم لدينا أغلب الجمهور هو خارج محافظاتنا، وكيف نستطيع بناء وإعادة البنى التحتية بالتنسيق العالي مع الحكومة الاتحادية وأيضا مع المنظمات الإنسانية اللي موجودة اللي تعمل في هذه المحافظات. طبعا الشغل الشاغل هو ليس وعود، نعم نحن قطعنا وعود لجمهورنا، لكن أوفينا بوعودنا سابقا وسنوفي بوعوداتنا إن شاء الله مستقبلا. طيب سيد عبد الخالق، يعني الفاسدين الذين يسعون لتثبيت أنفسهم اليوم من خلال التزوير الذي حصل في الانتخابات والذي أقرت فيه كافة الكتل السياسية، إذا لم تستطيعوا محاربة الفاسدين والخلاص منهم، حتى ملف إعادة الأعمار سيكون مشكوك بأمره في هذه المحافظات، أي عليكم اليوم بداية التخلص من الفاسدين، هل ستستطيعون؟ لأن اليوم هم متجذرون إذا كانوا في السياسة أو حتى في هذه المحافظات. طبعا آفة الفساد هي آفة تسيطر على أغلب محاور ومؤسسات الدولة للأسف الشديد، وهذا موجود وعلى مرأى العين ومسمع الأذن، لكن نستطيع القول أنه اليوم حيدنا جزء من هؤلاء الفاسدين، وأيضا القرار الذي تم اتخاذه في مجلس النواب العراقي اعتبره قرار جريء لإلغاء التصويت بالخارج، وهذا جزء من السيطرة على نوع من أنواع الفساد، وأيضا تزوير انتخابات الداخل وإعادة الفرز 10%، أظن هذا القرار مرضي لجميع الشعب العراقي، والقائمة الوطنية أعلنت أنه رضاها على هذا القرار، وهذا القرار كان قرارا جريئا للبرلمان العراقي، وأنا أعتبره يمكن أفضل قرار اتخذ على فترة الأربع سنوات لعمر البرلمان الموجود، ونحن نشد على أيديهم لإظهار هؤلاء الفاسدين ولإيقاف عمليات الفساد. فيما يتعلق بمرحلة البناء، طبعا هناك مشاكل تواجه القيادات وتواجهنا في بناء المستقبل القريب إن شاء الله للشعب العراقي ولمحافظاتنا المنكوبة، لكن إن شاء الله نسيطر على هؤلاء الفاسدين
بالتعاون مع جميع أطراف التي تشكل الحكومة المستقبلية، ومع إن شاء الله السيد رئيس الوزراء القادم والتشكيلة الحكومية بكل مسمياتها. سيد عبد الخالق مستمرون معك، ولكن دعنا نتوقف قليلا. هذه عودة لإكمال حوار مع ضيفي السيد عبد الخالق العزاوي. سيد عبد الخالق، هل هنالك من ميثاق موقع من قبلكم داخل الائتلاف الوطني الموسع اليوم يعني تكون الأهداف واحدة وحتى لا نصل إلى مرحلة التشتت فيما بعد؟ طبعا كل الاجتماعات تكون موثقة، وهناك ميثاق موقع من قبل أعضاء التحالف ومن قبل القيادات، وهناك أيضا لجان تم تشكيلها للتحاور والتفاوض مع باقي الكتل والانفتاح على أغلب الكتل الفائزة في البلد، وإن شاء الله نصل إلى مراحل إيجابية متقدمة في الأيام القليلة القادمة إن شاء الله. يعني هل توصلتم إلى أسماء أبرز الكتل التي تسعون للتحالف معها في الفترة المقبلة لتشكيل الحكومة؟ طبعا تم التفاوض مع عدة من القوائم وزيارات متبادلة للتهنئة بالفوز وأيضا للتحاور في المستقبل القريب، ومن أهم هذه الكتل هم الحكمة وأيضا سائرون وأيضا نصر. واليوم القائمة الوطنية ليس هناك خطوط حمراء لجميع الكتل الفائزة عدا الفاسدين، شكلنا لجان للتفاوض والتحاور واللجان برئاسة الدكتور صالح، وأيضا قسم من هذه اللجان برئاسة الدكتور سليم، واليوم منفتحين على كل الكتل إن شاء الله لبناء مستقبل جديد لهذا البلد. نعم سيد عبد الخالق العزاوي القيادي في ائتلاف الوطنية، شكرا جزيلا لك. أهلا بكم من جديد. قرار مجلس النواب العراقي بإعادة العد والفرز اليدوي وإلغاء انتخابات الخارج وانتخابات النازحين أربك المشهد السياسي وقلب الطاولة على الكتل السياسية الفائزة والتي كانت تستعد للدخول في مفاوضات تشكيل الحكومة. هذه الخطوة التي أثارت الكثير من الجدل نناقشها في الجزء الثاني من برنامجنا، ولكن بعد إعادة أبرز المانشيتات. مفوضية الانتخابات تستبق قرار مجلس النواب العراقي وتلغي نتائج 1021 محطة في انتخابات الخارج وانتخابات النازحين. مجلس النواب العراقي يقترح مشروع قانون يلزم مفوضية الانتخابات بإعادة العد والفرز اليدوي ل 10% من نتائج الانتخابات. نواب في البرلمان يؤكدون أن خيار سحب يد مفوضية الانتخابات أمر وارد إذا لم يتم تنفيذ قرار إعادة العد والفرز اليدوي.
قذائفها وان تسقط بالقرب من ساحة الاعتصامات في كركوك دون تسجيل أضرار بشرية. نتنياهو يهدد برد كبير على أي هجمات تطلق من قطاع غزة ضد إسرائيل ويطالب بخروج القوات الإيرانية من كل الأراضي السورية. نفتح النقاش في ملفنا مع ضيفي السيد أرشد الصالحي رئيس الجبهة التركمانية. سيد أرشد أهلا بك معنا. إذن مجلس النواب أنهى القراءة الأولى لمشروع قانون يلزم مفوضية الانتخابات بإعادة العد والفرز، وأيضا سيتم يعني إعادة قراءته للمرة الثانية يوم السبت المقبل والتصويت عليه يوم الاثنين، ولكن بالتزامن مع هذه التطورات السياسية يوم أمس قذائف هاون تسقط يعني بالقرب من ساحة اعتصام احتجاجات العرب والتركمان في كركوك، يعني هل هذه بادرة سيئة في كركوك بعد هذا القرار السياسي؟ شكرا جزيلا لكم ولجميع متابعي الشرقية. لا شك أنه بعد أن حقق جزء من مطالب المتظاهرين والمعتصمين يبدو أن هنالك منزعجين من هذا الأمر، وهذا الانزعاج لا نعلم من أين تأتي. لذلك يوم أمس كان رسالة، يبدو أنها رسالة لفض الاعتصام والتظاهر، أن نحن لم نعتصم ضد قومية وضد مكون وضد حزب أو ضد أي طرف، نحن معتصمين متظاهرين ضد الأطراف أو مجلس المفوضين أن يأتي ويعمل بحيادية في كركوك. لذلك حتما ضرب ساحة الاعتصام تطور خطير في ملف كركوك اللي أنساه، نسته مفوضية الانتخابات ونسته كذلك بعض الأطراف التي كان المفروض أن لا تسمح للمفوضية أن تعمل هكذا خطط وتهمل إرادة مواطنين لمدة 18 يوما. نعم سيد أرشد، يعني يبدو بأن هنالك خلل في الصوت، نريد إصلاح هذا الخلل ولنا عودة لنكمل الحوار. هذه عودة لكمال الحوار مع ضيفي السيد أرشد الصالح. سيد أرشد، كنت تتحدث حول الذين لن يستقبلوا أو لم يستقبلوا هذه التحركات السياسية بصدر رحب وأرادوا كما قلت إرسال رسائل، تفضل. نعم حتما، يعني ضرب ساحة الاعتصام والتظاهر يبدو أن هنالك من انزعج من هذا التجمع المدني والديمقراطي لحد الآن لم تحصل فيه أي خرق، بالعكس هنالك توافق والتئام بين قوات مكافحة الإرهاب وكذلك مع الشرطة الاتحادية في أطراف كركوك، والقوات الأمنية أفصحت في أكثر من مرة بأن التظاهر سلمي، على عكس ما اتهمتنا مفوضية المركز الوطني بأنها للميليشيات المسلحة. والله مع كل الأسف لو كان عندي ميليشيات مسلحة وأقولها أمام الإعلام كنت أنزلهم وكنت أجيبهم حتى يشوفون اللي عنده ميليشيا مسلحة يمكن يصير إلى سلطة في إدارة الدولة العراقية. طيب سيد أرشد، وهذا ما نريد الحديث عنه، يعني اليوم قرار البرلمان انعكس بشكل واضح على محافظة كركوك، هنالك انقسام سياسي في الداخل، هذا الانقسام إذا ما حددنا بالأسماء، يعني مثلا اليوم الاتحاد الوطني يرفض جملة وتفصيلا قرار إلغاء النتائج أو إعادة العد والفرز أو حتى كل هذه التحركات السياسية، كيف يمكن أن نقرأ المشهد السياسي إذن بداية بهذا الانقسام؟ يعني ما أخفي عليكم المشهد خطير، وكان من المفروض على المزورين أن يعلموا بأن تزويرهم ستؤدي إلى كارثة في كركوك، ما كان المفروض بسبب الحصول على مقاعد نيابية أن يفتحوا أبواب جهنم على كركوك وعلى العراقيين جميعا. يبدو أن القضية مفبركة، وبالأخص هنالك تحشدات خلال هذه الأيام
في بعض المناطق الحساسة في حوالي كركوك، ما بين كركوك وطوس خرماتو. مرة أخرى تكرار مثل هذه العملية تتحملها الأطراف التي قامت بالتزوير. نحن الحمد لله لم نقم بالتزوير، نحن نريد كشف الحقيقة، فضح المزورين، كشف ما التبس في قضية القرصنة الإلكترونية اللي صارت في الأجهزة، محاسبة المتورطين من مفوضية بغداد ومسؤولي مفوضية كركوك، محاسبة مدراء المراكز اللي كانوا سببا في تأجيز الوضع والصراع بين مكونات كركوك. أنا أتعجب، يعني شنو قيمة النائب اللي راح يجي بالتزوير ويقعد بالبرلمان ويمثل كركوك؟ هذا ما راح يقدر يشتغل لكركوك، هذا راح يشتغل لمصلحة حزبية شخصية فقط، لأنه ما اجى بأصوات الناس، ما اجى بأصوات حقيقية، بل اجى بشكل مزور. طيب سيد أرشد، يعني أثرت نقطة مهمة، يعني خطيرة. تقول هنالك تحشيد على أطراف كركوك، أي نوع من هذا التحشيد؟ هل هو تحشيد عسكري؟ اليوم سمعنا أنه بعض الأخبار الغير من صالحنا في مناطق ما بين ليلان وطوس خرماتو وداقوق، هذه المناطق الحساسة يبدو أن هنالك تحرك لبعض الأطراف، المجاميع المسلحة في هذه المناطق. هل أن هذه القضية لها علاقة بالوضع التي ستتأزم في كركوك؟ هل أن لديها علاقة مع الانتخابات ومع نتائجها؟ هنا العقل لازم يتحكم، السياسي ليش لازم يكون حكيم حتى ما يسمح للأطراف الخارجية أن يتدخل في أمره؟ اللي نشوفه مع الأسف الحكمة فقدت في كركوك من قبل بعض الأطراف السياسية، واللي راح يودون كركوك إلى ما لا يحمد عقبه. طيب إيش استفادته؟ إيش راح تستفادون إذا صار عندكم نائب زائد؟ إيش راح تستفادون إذا غيرتوا الديموغرافيا؟ أنتوا حاولوا تحققون شيء لحزبكم مع المكونات الأخرى. لذلك أنا أدعو قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني أن تلملم صفوفها وتبتعد عن هذا الجو المتشنج. أنتوا أكثر التنظيمات الموجود في مناطقنا، أرجوكم ابتعدوا عن إثارة المشاكل، ابتعدوا عن سرقة الأصوات، ابتعدوا. طيب سيد أرشد، ولكن يعني ما الضمن اليوم لكم انحل قضية كركوك؟ نعم، ما الضمن اليوم لكم بأن إعادة العد والفرز يمكن أن ينصفكم كما تقولون بأن هنالك مظلومية كبيرة للتركمان بعد التصويت في انتخابات 2018؟ أريد منك الإجابة ولكن بعد أن نتوقف قليلا. بالعودة لسيد أرشد الصالحي وإكمال حوارنا، سيد أرشد، ما الضامن بإعادة العد والفرز وتكون نتائجها بصالحكم اليوم؟ ستي، ليست المهم أنه تكون لصالحنا أو ضدنا، المهم نكشف التزوير، نكشف السرقة. ليس من المهم أن تنقص عددنا، تقل أصواتنا، نفقد مقاعدنا، مو مهم. المهم احنا نريد نكشف للعالم حقيقة التزوير التي حصلت في كركوك. حقيقة التزوير اللي حصلت في كركوك اذا ما نقدر نكشفها، احنا ما نقدر ندخل الى انتخابات مجالس المحافظات في ديسمبر 2018. ولذلك احنا متأكدين انه القرصنة الالكترونية اللي صارت واللي تم التلاعب بالاجهزة راح تنكشف. هذا اللي احنا نريده. طيب سيد أرشد، ولكن ألا تعتقد بأن الفاسد اليوم المزور الذي استطاع أن يتخلخل في عملية انتخابية كبرى في العراق ويقوم بتزويرها، اليوم أيضا يمكن أن يصل أو تصل يده اليوم إلى إعادة العد والفرز اليدوي حتى يتحدث بنتائج يمكن أن يغيرها؟ هل أنتم تثقون بمفوضية الانتخابات التي كانت مشرفة على هذه العملية برمتها؟ لا طبعا احنا ما نثق حاليا بمجلس المفوضية بعد ان شفنا التلكؤ في عملهم، بعد شفنا
هي عدم وقوفهم بحيادية معنا. شفناهم مؤدلجين لبعض الأحزاب في كركوك، حتما هذه ما راح يخلينا. لذلك احنا أضفنا إلى القانون أنه تكون بوجود القضاة وبوجود ممثلي الأمم المتحدة وأمام وسائل الإعلام وأمام ممثلي الكيانات السياسية، يوقف ممثلي الكيانات السياسية والإعلام مسلط عليه وكلها مراقبة بحيث ما يحصل بها أي لبس. احنا نعرف إذا تركناه لمجلس المفوضين الحالي بدون أي مراعاة وبدون أي مراقبة لا ما راح نوصل إلى نتيجة. لذلك اشترطنا في التعديل في القانون أنه يشرف على هذه القضية قضاة أيضا، ويشرف عليه الممثلين الدوليين والمراقبين الدوليين وممثلي الكيانات السياسية. خلونا نفتح، إذا ما بيها شيء ترسي كرشي على بر. طيب سيد أرشد، ولكن هل تعتقد أن هنالك ثبات سياسي حول مشروع القانون؟ يعني نحن أمام اليوم القراءة الأولى انتهت، أمام القراءة الثانية ومن ثم التصويت على هذا القانون يوم الاثنين المقبل. ألا تعتقد بأنه ربما في خلال هذه الساعات يحدث هنالك تحرك سياسي وتنطوي القصة؟ يعني كل أمور ممكن حصولها، ولكن هذه أيضا إرادة الشعب. إحنا مع إرادة الشعب اللي راد عاد يدوي يريد يشوف وين راح صوته. يعني حرام 50-40 ألف صوت تروح، يريد يعرف وين راح صوته، ليش انهدر صوته، إحنا سلبنا حقه، إحنا ممثلين أمام الشعب. فهنا أنا الإرادة إحنا جبنا إلى مجلس النواب، لكن إذا أكو إرادة أقوى من عندنا ويريدون يخلقون فوضى أو يريدون يعملون طريقة أخرى بحيث ما يخلون القانون يطلع، يعني ما معناه تنزل الصراع إلى الشارع، وهذه ليست من صالح أحد. القضية وما فيها هذه الانتخابات راح تؤدي إلى زيادة الهوة بين المجتمع العراقي، بين مكونات العراقيين، بين الأطراف، يعني راح تنزل القضية إلى الشارع. اليوم أكو بالشارع جهة واقف بالضد من هذا العمل، إذا حركت الأطراف الأخرى أيضا جماهيرها بالنزول إلى الشارع، هذا ما معنى احتدام، وهذا الاحتدام ليس من صالح أحد. لذلك احنا من سنة نقول أنه خطر القضية أنه تنزل القضية إلى ما دون السياسيين، هذه ما معنى إثارة الفتنة الطائفية والقومية بين مكونات الشعب العراقي. لذلك من قلنا على المفوضين ديروا بالكم هذه قضية حساسة، من هذا المنطلق كنا نحذر الأطراف في المفوضية بعدم اللجوء، وكنا نحذر الأطراف السياسية، كنا نقول لهم على مود مقعد مقعدين لا تودوا بالبلد إلى الهاوية، افتحوا خلونا نقتنع، زائد ناقص مو مهم، المهم انكشاف التزوير ومعاقبة الفاسد. نعم السيد أرشد الصالحي رئيس الجبهة التركمانية، شكرا جزيلا لك. أشكر لكم طيب المتابعة، إلى اللقاء.